تأثير أعزائي مشاهدي موقع بصراحة في كل مكان. معكم هند حسن. صوت الجنازة اهو يا علي، هيطلوا في الدخلة يا علي، الدخلة. ما قعدوا جوا العربية، يطلعوا بره العربية ويصلوا. دلوقتي احنا موجودين في جنازة المحامي المتوفي في مكتبه في الحضرة الجديدة في اسكندرية، بعد إجراءات وتصريحات دفنه وتشريح، وفي انتظار طبعا تصريحات وتحريات النيابة. طبعا المتوقع في الساعات القادمة ان احنا نعرف سبب الوفاة، سواء انتحار او قتل، لكن دلوقتي احنا بنحضر جنازته في مقابر المنارة عندنا هنا في اسكندرية. المتوفي كمان لسه ما صلوش عليه، فالمفروض ان هما دلوقتي هيصلوا عليه، لان هو لسه طالع من المشرحة وجايبينه هنا على طول في المقابر في منارة الاسكندرية. دلوقتي احنا في انتظار دلوقتي احنا الجثمان للجنازة ولصلاة الجنازة. صفوا يا جماعة. دلوقتي احنا هنحضر صلاة الجنازة. صفوا الحمد لله. دلوقتي المصلين جايين يصلوا صلاة الجنازة على مغفور له، ما لحقوش طبعا يصلوا عليه وقت العصر، فبيصلوا عليه جوه العربية، وبعد كده هيدخلوا يدفنوه جوه في مقابر المنارة. طبعا بندعي له بالرحمة والمغفرة. زي ما حضراتكم شايفين أعداد كبيرة جدا جاية عشان تعزي وجاية تحضر جنازة المغفور له. طبعا أهالي المغفور له طبعا بنحب نوسيهم ونعزيهم طبعا في المتوفي، ان طبعا نقابة الصحفيين اتقلبت والنيابة اتقلبت وطلعوا تصريحات. الموضوع كبير عندنا هنا في اسكندرية، واحتمال كبير جدا ان هو يكون منتحر بنسبة 90% لحد دلوقتي، والاحتمال 10% ان هو يكون اتقتل في مكتبه. طبعا المتوفي وجد في مكتبه في الحضرة الجديدة، هو محامي مشنوق بالجرافطة. الموضوع هنا هز الرأي العام وقلب الرأي العام عندنا في اسكندرية بشكل خاص وفي مصر بشكل عام. الموضوع طبعا كبير جدا، فبندعيله طبعا بالرحمة والمغفرة قبل أي شيء وقبل ما نعرف تحريات النيابة بتقول ايه، اللي المتوقع طبعا احنا نعرفها في الساعات القادمة. هما دلوقتي خلصوا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي احنا في انتظار جثمان المتوفي والمغفور له، وان شاء الله هنحضر مع حضراتكم مراسم الجنازة. Thank you.
طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيحضر الجنازة العديد من الأهالي المتوفي، الأقارب، المعارف، أكيد طبعا ناس من نقابة المحامين، أصدقاء المحامين، جيرانه، عدد كبير جدا بيحضر. الكل بيشيد بحسن أخلاق المتوفي، وده طبعا اللي بيخلينا نحط خيوط ونعرف حاجات كتير، لكن ده طبعا مش وقته احنا بنحضر دلوقتي جنازته، لكن في الساعات القادمة اكيد هنعرف من تصريحات النيابة الحقيقة وسبب وفاة المغفور له ان شاء الله. بيحضر الجنازة عدد من الاعلاميين في اسكندرية موجودين هنا معانا في الجنازة، هنتابع مع حضراتكم، ارجوكم ابقوا معنا. عبد احمد شوف الرص عليك عندي مع دلوقتي احنا معانا لقاء مع اخت المتوفى. مش قادرة اتكلم. ايه حضرتك في الكلام اللي اتنسب ليه؟ شايفة حضرتك اتقتل ولا اخويا دخلنا عليه لقينا مشنوق، دخلنا عليه لقينا مشنوق، مش هو اللي شنيق نفسه، والله اعلم مين اللي عمل فيه كده. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي عمل في اخويا كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا نفسنا ربنا يجيب لنا حق اخونا، نفسنا ربنا يجيب لنا حق اخونا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اخونا ما عملش حاجه وحشه في حد، اخويا زي الفل وكويس ومؤدب ومحترم، ما عملش حاجه وحشه في حد. يروح مكتبه ليه يطلع منه مشنوق؟ ليه يطلع من مكتبه كده مشنوق ويطلع على داره ليه؟ اخويا عنده عيلين لسه صغيرين، واحد 6 سنين والتاني 9 سنين، ليه يا رب؟ يا رب خد لنا حقه، يا رب خد لنا حق محمود، يا رب عايزين حق محمود، عايزين حق محمود. مش هقدر خلاص، ربنا يغفر له وان شاء الله يرجع. شكرا لحضرتك. يا رب. أعزائي المشاهدين، موجع بصراحة زي ما حضرتكم سمعتم من أخت المغفور له، هي متأكد على حسن أخلاقه وأن هو ما كانش فيه مشاكل بينه وبين أحد، وأن هو اتقتل من وجهة نظرها لحد دلوقتي. طبعا مكملين مع حضراتكم تغطية جنازة المحامي. Thank you.
دلوقتي احنا بنحضر مراسم دفن المتوفي. هل اذنك؟ عبدو
تعالى 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 معايا اهو تعالى تعالى معايا يلا مصطفى مصطفى انت سلم معايا مدينا مصطفى التسليم ولا عنه وعد له عذاب العظيم عذاب العظيم من مات في سبيل الله وهو شهيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه ان شهداء امتي الا الاخرين يعني شهداء كده وشهيدين قال رسول الله مين الشهيد كده قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد كانه بيأدي عمله من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد والمقتول شهيد والمطعون شهيد وكل هذا يأخذ أجر الشهيد لا ينقص من أجره شيء كل هذا مكتوب بقدر الله ولم يقف أحد أمام قدر الله تعددت الأسباب والموت واحد من مات بالسيف مات وغيره تعددت الأسباب والموت واحد هو أقرب هذا الموت أقرب للإنسان من شراك نعله فمهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر ومهما طال العمر فلا بد من نزول القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقه بقى ان الخطوه بتكتب اللي حصل الحقيقه الوحيده اللي احنا نقول ماذا اعددنا للوقوف امام الله يعني ايه السبب واحد يعني سبب مختلف مات كده مات كده مات كده بس النهايه رايح فين راح عند الله خلاص راح عند ربنا خلاص دي النهايه يبقى حلوه قدام ربنا ولا مش حلوه مش هيحاسب ولا مش هيحاسب هيحاسب اما الحاجه الثانيه فجزاؤه جهنم ثالث وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما والديان لا يموت افعل ما شئت كما تدين كما تدين تدان خلص الارض لكن اللي احنا العبره المفروضه دلوقتي ايه؟ اننا سنقف جميعا امام الله تبارك وتعالى وسنحاسبنا الله تبارك وتعالى فماذا اعددنا للوقوف امام الله تبارك وتعالى؟ عارفين يا اخوانا الموت ايه هو؟ عارفين الموت ايه هو؟ بيسألوا سيدنا عمر بن العاص بيقولوا له صف لنا الموت قالوا له الموت كأن السماء انطبقت على الأرض وكأني أتنفس من صبح إبن وكأني عصفور على مكناس بيت لا هو يستطيع أن يطير فيستريح ولا أن يموت فيستريح الموت كأن السماء انطبقت على الأرض وكأني أتنفس من صبح إبن وكأني عصفور على مكناس زيت على ميلاد زيت لا هو يستطيع أن يطير فيستريح ولا أن يموت فيستريح. الإمام مالك جاله مين؟ جاله ملك الموت في المنام. فقال له يا إمام، فقال له إمام ملك الموت، قال له ملك الموت، قال له أنت هموت. أشار إليه بإيده الخمسة. فالإمام مالك صحى مفجوع. الناس دي كانت مهتمة أوي بأخوها. فصحى لمين؟ للإمام ابن سيرين مفسر الأحلام. قال له جاني ملك الموت وإمام، قال له أنت هموت. قال له أشار إليه بإيده الخمسة. قال له يا إمام مالك إن ملك الموت بيقول لك لا خمس أيام ولا خمس سنين ولا خمس شهور. قال له أمال أقول له إيه؟ هو قصده إيه؟ أقول إمتى؟ قال له بيقول لك إن سؤالك ده من الخمسة أيام لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الوحي ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. هو ده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله تبارك وتعالى عنده علم الساعة وأينما تكون يأتي بكم الله وأينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فليس الآن إلا أن يبقى يحصل كما واحدة مات جزء فقالت قعدت قدام ايه؟ قعدت قدام قبر سنة قعدت قدام قبر قد ايه؟ سنة قدام قبر سنة فبعد سنة من موته سمعت منادي بيقول ايه؟ لا فقال هل وجدوا ما فقدوا؟ أم يعسوا فانفضوا؟ سمعت منادي بيقول ايه؟ هل وجدوا ما فقدوا؟ أم يعسوا فانفضوا؟ هم لقوا الرضا منهم ولا يعسوا ومشوا؟ يأسوا ومشوا خلاص انتهى هل وجدوا ما فقدوا أن يعيشوا خلاص هو هذا الموت أيها الأحبة فالموت أقرب للإنسان من شراك نعله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
أعزائي المشاهدين في كل مكان موقع بصراحة، نكون نقلت لكم أنا هند حسن مراسم دفن المرحوم المحامي الذي وجد مقتول أو مشنوق جرافات البلد، بدلته في مكتبه في الحضرة في الأسكندرية. قمنا بتغطية مراسم الدفن كاملة والآن قد انتهت. شكرا لمتابعتكم اللايف.